السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو فيه ضحك وفيه جلد سكوادات وفيه شغلات حلوه، بتمنى انه يعجبك الجيم. اذا كنت اول مره عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديده وفيديوهاتنا السابقه. ثاني شيء، الدعم صاير كثير قليل، يعني حتى المشاهدات ما عم تصل 300 او 400 مثل اولي كان يوصل عندي 1000 قليله، بس هلا المشاهدات ما عم تطلع، ما اعرف شو القصه. طيب اذا ما عم يوصلكم اشعارات للفيديو، الغي الاشتراك وارجع اشترك بالقناه من اول وجديد لحتى تشوف كل فيديوهاتنا الجديده والسابقه. وهلا كمان عم نسوي بثوث مباشره على فيسبوك، تعالوا على فيسبوك كل يوم على الساعه 6 توقيت سوريا وعراق، عم نسوي بثوث مباشره على فيسبوك. تعالوا على الفيسبوك ونشوف دعمكم هنيك، وكل واحد يشوفني يروح على كل واحد بيشوف هذا الفيديو يروح على الفيسبوك فورا فورا، لا توقفون خالص، تروح على الفيسبوك فورا. نعمل بثوث مباشره هنيك، وقريبا راح يكون في مسابقه، وجهزوا لي حالكم هذا الشيء. وهلا بترككم مع الفيديو، مشاهده ممتعه والسلام عليكم. قلتي شو في لي بنتك، شو قصتها؟ ذكرني يا رب، ذكرت في قهرمان ناخذ الكيم يا رب. علي خذيني بنتك من هون عشان ماما بقول لك خذيني من وجهها، اليوتيوبر اللي بلعب معه. مين هذا اليوتيوبر؟ الله يسامحك يا خالف، انشمسنا انشمسنا جدنا بس انشمسنا يا خالف. كوباني كوباني ما راح انزل الفيديو الخال. لا الله يسامحك الله يسامحك، طيرتينا الجبهة. التعن ام الجبهة يا بلال، خلاص مالي منزل الجيم كلياته. في عالم في عالم في عالم في عالم في عالم في عالم نزلة. ما مالي منزلة مالي منزلة. ابعد 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 الله يس ابعد لحرقك. قولي لخالتي سمعانة بال شو اسمه، عين عرب؟ ماما سمعانة بعين عرب؟ لا مش عارفة هي المناطق وين، يعني شو المناطق المعروفة بسوريا هي جنبها، مش عارفة. خالي الله يسامحك، خالي الله يسامحك، لعنتي ام الجبهة، فطستينا موتينا متنا، خلاص ما في مجال اني نزل الفيديو. يلا يلا في منيح في مونتاج. عبود بوت نزلت ولا لا؟ بلا تعمل هون بوت بوت ايه سعوات. خلاص زعلت انا. يلا جاي انا جاي. النوايا مستودعها؟ ايه عندي. اول ثاني عبودة شبه ايش هذا يا زلمة؟ معلش والله ما عندي شيء. لك مين نزل هذا؟ حبيبي حبيبي روح على اللوبي يلا انت وياه يلا. هلا سكتت كمان بعد ما قصفتنا الجبهة وطيرتنا ام لا اله لا شو اسمه، سكرت الصوت. هلا خالي يعني بربك انا كيف بدي انزل هذا الفيديو يعني؟ يعني يا خالي كيف بدي انزل هذا الفيديو بعد ما هيك طيرتين الجبهة؟ ماما بقول لك بعد ما قصفت جبهتي طيب كيف بده ينزل الفيديو؟ يعمل فيديو جديد لسه ما شافش اشي. لا يا خالي قاتل ثلاثة قاتل ثلاثة، انا بين ما نقتل ثلاثة والله نموت. انت مغلوبة في الفيديو، اذا انت مغلوبة ضلني اشوش عليك. ها؟ كهرمان سمعت الجملة الأخيرة. شباب في بوت بس اتركولي هو. لا انا شو ما فهمت اخر جملة انا. رقم ثلاثة في بوت بس اتركولي هو. لسه ما شفت اشي. لسه بدها ما شفتش اشي، لسه بدها طيرنا الجبال. شفت اشي لسه ما شفت اشي. ليش انك ليكي ليكي من سوريا ماما سورية ليكي وليه؟ اذا تدخلي معي من الشام اسمعي عم بحكي،
اذا تدخلي معي الجيم وامك تكون جنبك بدي طالعك. خلي شي فيديو تزبط معنا يا زلمة. خلي شي فيديو تزبط معنا كرمال الله. ما عاد اعرف وين صارت الجبهة. تعال اشوف يا حبيبي مالك يا عمي. يا بلال لو ما لو 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 شايله من قدامي يا مغيث شو كنت عملت فيك؟ او بيقول عادي فكرت يقول لك شيله يعني مثلا. طارت الجبهة يا حبيبي طارت الجبهة. ليك اسمع امانة تنزل الفيديو امانة تنزله برفك. داك تنزله. لا دا ينزله خلينا. عفوا 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 عفوا. وين 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 ما عاد يلف معي سيارة. الشاشة كلها توقفت. خرب لك اياها خليهم يمسكوا لك اياها اليوتيوب. مين؟ شو هي؟ ليك 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 جوا بالمستودع. بس 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 عنده. ما لحق لي شي شغله. ليكو جنبه. وين جنبه؟ ماركت لك ليك انا عند البيوت عند البيوت عند البيوت انا. واقف عند الصخره واقف عند الصخره. اي بيوت؟ ليكون هون ليك. تمام واقف من ورا. عندي هون. هذا واحد لحاله. تفو في بيكس عندكم تحت. سيارة 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 قدامنا. ليكو 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 هدي هدي هدي. مشتبكين شو بس هدول؟ في موتير طلع لك هذا مطعم ولا رح بسوقه. مرة سقته ما ماتت فيه. يلا عبوس سيارة طعم. ممكن نروح نزرع عنه. مشي. سيارة عنده. لا تواجهه. لو يا زلمة انا عم دمج في السماء واخر شيء قلت له ترى انت طول بالك استاذ. اركب كيف كان مكمبر ورا السيارة؟ لك كيف ما مات بسيارة؟ ما بقى صايرين العالم ما بتمد على والله فعس وفعس يا زلمة لدرجة انه طار. انا تلبي نصا نص صايم.
انا قال خلص نص صار لفوق ونص صار لتحت. عبيد اكني ما تبليك ما تبليك نوق بس تحت الان سمع ما تفهم عن شورت فاطر. انا شفت واحد تنوق بالغملة بس انت كثير لابس داري باي اربع في سيارة مطلع بالسيارة بالبيت 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 البيت تحت هو رتي اكل هيد شوت رتي هذا هو هدي ولو ولا تضرب على المنظر اتفق عليك انشال من ورا دمجته ورجع لورا بطلقه شلته ما طلع هو ورا الحائط ما طلع ليك وطلع طلع لما راحت انا طلع ما طلع من ورا الحائط ليك وين صندوق